الفنانة الكبيرة إلهام شاهين معنا على الهاتف أيضا. إلهام، يعني استمعت إلى كلمة دكتور أيمن النائب، يعني هو يرى أن الكلمة نفسها مفزعة، وأنه حتى في فرنسا لما كتبوا لا بي وحطوا البي وسابوا المسافة كي لا يكرروا فكرة العاهرة أو المومس أو غيره، رأيك إيه؟ مساء الخير يا لميس، مساء الخير على كل جمهورك. هو مسألة الاسم، يعني كلمة المومس هي كلمة لغة عربية فصحى، والكلمة دي موجودة حتى في كتب الدين. نعم، في حديث للرسول بيقول فيه لفظ المومس، يعني بيقول وبيقول نفس المعنى ده، كأنها المومس الفاضلة، المومس اللي لقت كلب عطشان ومش قادر يوصل للمية في البير، فقلعت الخفت بتاعها وربطته في الخمار وجابت له مية من البير وشربته مية، فربنا دخلها الجنة. ده ما معناه، ما معنى الحديث، لأن أنا ما بقولش بالصيغة بتاعته باللغة العربية الفصحى، لكن الرسول بيقول امرأة مومس في بداية الحديث. فهل هنلغي الحديث ده وما نعلموش للناس عشان الكلمة دي عيب؟ هل هنلغيها من صحيح البخاري؟ يعني الأستاذ أيمن منزعج أنه يشوفها على أفيش، طب هل مش منزعج أنه يلاقيها في كتب الدين؟ مش منزعج أنها موجودة وحتى بنفس المعنى؟ يعني هي موجودة في الحقيقة إلهام، يعني مومس فاضلة، بلاش فكرة، مش قضيتنا القصة الدينية، ولكن هي موجودة في الحقيقة، هو وصف في اللغة العربية حقيقي هو وصف لو عمل ما حتى لو كان غير أخلاقي. يعني إيه المومس؟ أنا أقول لهم يعني واحدة منحرفة، إيه الصعب في تفسيرها؟ واحدة منحرفة وكلمة إن ترتبط المومس بالفاضلة، ده موجود في الحديث. ما هذا لا يعني هذا هو الجنة. التناقض اللي موجود في رواية سارتر، يعني هذا هو التناقض اللي تقوم عليه عظم الرواية. ما ينفعش ان نغير الاسم. بس الحقيقة انا مش فاهمة، يعني سيادة النائب عمل طلب الاحاطة ده امبارح، انا اول امبارح في مداخلة مع الاستاذ عمرو اديب قال لي انت متمسكة بالاسم ولا ممكن تشيلي لفظ مومس؟ قلت له بالظبط كده، قلت له انا كنت جايه سعيد، يعني كنت لسه واصله من المطار، قلت له وانا في المطار فكرت انا والاستاذه سميحه ايوب في الموضوع ده، ان لو الاسم مزعج قوي للناس للنوعيه المتحفظه، وهو ده طبعا غلط، لكن هقول كده، فقلت لها احنا ممكن نكتب ال وعلامه استفهام الفاضله، يعني ما نقولش الاسم. وقلت كده عند الاستاذ عمرو الكلام ده اول امبارح، ففوجئت امبارح بطلب احاطه وتغيروا الاسم. طب ما انا قلت اوريدي، واكيد هو سمع يقولوا ان انا قلت ده، وهو قال دلوقتي انك حضرتك غير متمسكه. لكن بصراحه هل انت فعلا يعني هل انت موضوع الاسم ده بيزعجك؟ يعني مستعده ان انت تغيريه؟ هو مش هيتغير، لان ما نقدرش ندي معنى تاني، لان هو التناقض في المعنى بالظبط في الاسم، هو ده الموضوع بتاعنا. فلو هنشيل كلمه مومس يبقى هنحط زي ما انا قلت لك ال وعلامه استفهام الفاضله، والناس عارفه قال ايه. خلاص، ده لو، يعني انا لسه بفكر في الموضوع. لكن برضه انا عايزه اتساءل حاجه، احنا مش اول مره بنعرض العرض ده، العرض ده اتعرض من يجي 50 سنه في بداية الستينات، 47 أيوب، واتعرض بالاسم ده المومس الفاضلة. دلوقتي الأستاذ أيمن بيقول ده لا يتماشى مع تقاليد المجتمع المصري. طيب هو احنا في الستينات كنا عارضينه للمجتمع الهندي ولا كنا عارضينه للمجتمع المصري؟ هو ايه اللي حصل في المجتمع؟ يعني ايه التخلف اللي حصل لنا ان كل حاجه بنفكر فيها خلاص بقى الجنس عامل هوس في دماغنا؟ هنقول لاولادنا ايه على كلمه المومس؟ ولا حاجه هتقول لهم يعني معناها واحده منحرفه؟ ايه الغريب؟ دي كلمه لغه عربيه فصحى، كلمه موجوده في كتب الدين، كلمه قالها الرسول في حديث. الله، فانا مستغربه الاوفر ده، الزياده قوي، الشغل اللي اتعمل لحمايه اولا الاولاد كلهم على معلش على السوشيال ميديا. لكن انا هنا بتكلم على روايه، وهنا انت عرضتي صور لجون بول سارتر مع رئيس عبد الناصر ومع العقاد ومع توفيق الحكيم. جون بول سارتر بيقدم فن اباحي، فطيب اللي بيقدم فن اباحي هيجي مصر بدعوه من اهم جريده، جريده الاهرام،
ويستقبله الرئيس عبد الناصر هو وصديقته الكاتبة والفيلسوفة سيمون دي بوفوار، ويستقبلوا كل المثقفين بتوع مصر، أهو الأستاذ توفيق الحكيم والأستاذ لطفي الخوري ومجموعة كبيرة من المثقفين في الصورة، وفي صور تانية مع السادات ومع علي السمان و عدة شخصيات مهمة. لا هو ده جان بول سارتر، احنا مش محتاجين ندافع عنه. جان بول سارتر اهو مع الأستاذة سميحة سارتر مع الأستاذ سعد أردش، راح شكرها على الأدوار العظيمة اللي قدمتها من كتاباته المومس الفاضلة والذباب، لأنها عملت له كمان مسرحية تانية الذباب وتقدمت باسم الندم. طب هل جان بول سارتر اللي قال عليه الأستاذ أيمن إنه بيقدم فن إباحي الرئيس جمال عبد الناصر هيستقبله؟ طب يعني اذا مثقفين مصر هيستقبلوه؟ الهام انت متمسكه انت متمسكه بالمسرحيه ومستعده بس ان لو هنتراجع بقى عشان كل حد اصل مش عاجبه حاجه، احنا عندنا في رقابه وفي وزاره ثقافه مسؤوله عننا، مش اي جهات تانية ما تتدخلش في شغلنا، الجهات الاخرى ما تتدخلش في شغلنا طالما ان احنا ما بنأذيش حد. طيب احنا في حالنا وهم في حالهم، وفي فيما يتعلق بال يشوف المسرحيه ما يشوفهاش بالزبط. هو ايه المشكله يعني؟ هو كل شويه يعملوا عليا شو، انا مش فاهمه ليه. اللي مش عايز ما يشوفهاش ما يشوفهاش، احنا نعملها، واللي مش عايز يشاهد ما يشاهدش. هو في فرض على الناس ان هم لازم يشوفوها. طيب. الاهم من الاسم المضمون، والمضمون شيء اخلاقي ومحترم جدا، ان هذه الشخصيه اللي بتمتهن مهنه غير محترمه هي فاضلة لأنها عندها أخلاقيات وسلوكيات أحسن من كل الناس، لأنها رفضت تسلم الزنج اللي عايزين يلبسوه تهمة وخبته عندها. صح. ورفضت عرضوا عليها رشوة كبيرة وحاولوا يهددوها ورفضت إنها تزور، لأن عندها سلوكيات محترمة. ما هو سارتر فاضلة فعلا. سارتر حب يسمي أن العهر ليس فقط في بيع الجسد، العهر الحقيقي هو في العنصرية، وهو في الكذب، وهو في بيع الضمير. هو ده العهر الحقيقي طبقا لسارتر عندما ذهب إلى الولايات المتحدة. بيبيعوا ضميرهم وبيزوروا ومستعدين يشهدوا زور. طيب. وبيرشوا فيما لكن هي الوحيدة اللي عندها سلوكيات فاضلة. فيما يتعلق بالاسم، انت مستعدة انه ممكن يعني تسميه ال وتسيبي نقط زي ما ال 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 العرض الفرنساوي مسميه لا بو ابي وراح عامل نقط مثلا؟ هقول لك حاجة يا لميس، انا قلت ده اول امبارح قبل ما الطلبات الاحاطة الشعب يعمل طلب الاحاطة، والنهاردة مش عارفة حزب النور يعمل طلب احاطة. انا دلوقتي هعاند، لا انا متمسكة بالاسم. يعني انا اول امبارح قبل ما يعملوا كده قلت انا مش متمسكه بالاسم، وقلت ده ومثبوت عليا بالتاريخ. قلت انا ممكن اكتب علامه استفهام الفاضله، لكن بعد انا ما قلت كده هم بيساعدوا ليه؟ هو المشكله في اسم المسرحيه، ما انا قلت ان انا ممكن اغير، لكن هي واضح ان المشكله في الهام شاهين. الهام شاهين عامله لهم قلق، لان انا كل ما بقول اي تصريح من اي نوع حتى لو مش تصريح فني الاقي هجوم. طيب. فظيع من غير مناسبه. اذا التصريح ده قلت تصريح هتبرع بعضائي بعد الموت، قطعوني. طب انتوا مالكم؟ انا عايز اعمل خير. انت مش عايز تعمل خير، انت حر، لكن هو مش كل تصريح انا هقوله سواء فني او غير فني يشتغلوا عليا. هي المساله بقت سخيفه الحقيقه للغايه يعني. لا عشان انت بس فنانه مهمه اتعرضت قبل كده، والجمهور المصري هو الجمهور المصري، الجينات بتاعتنا ما اتغيرتش، هم اتغيروا، هم ما يشوفوش فن. اللي بيفكروا بالطريقه دي مش عايزينهم كجمهور، ما يشوفوش فن. لكن احنا جمهورنا كان في الستينات ما حدش اعترض، لا الجمهور ولا الرقابه، والمسرحيه اتعرضت على اكبر مسرح في الدوله، المسرح القومي اللي هو اهم مسرح، مسرح الدوله، والكاتب بتاعها لما جه مصر استقبله رئيس الدوله. في ايه اكتر من كده؟ في ايه اكتر من كده؟ شكرا. ايه اللي اتغير في الجمهور المصري وفي الشعب المصري؟ ما هو ده نفس الشعب المصري، وهي دي نفس اخلاقياتنا، وعلى فكره اخلاقياتنا كانت احسن في الستينات. نعم، شكرا فنانة كبيرة إلهام شاهين التي أعلنت أنها يعني كانت الأول مش متمسكة بالاسم، الآن إلهام شاهين متمسكة باسم المسرحية كما هو المومس الفاضلة.